مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق ليست وليدة اليوم، فالبلاد تعاني من نقص حاد بالطاقة منذ عام 1990، ثم تراكم الأمر بعد العام 2003 بسبب تهالك محطات التوليد القديمة، لتزداد إثر ذلك ساعات الانقطاع المبرمج للتيار الكهربائي، وهو ما دفع بالأهالي إلى الاعتماد على مولدات الطاقة الخاصة أو المولدات المنزلية، وكلتاهما تضيف أعباء مادية كبيرة على الأهالي. وبالرغم من أن العراق ينتج 4.5 مليون برميل من النفط يوميا، إلا أن غالبية سكانه يعيشون في ساعات طويلة من الظلام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي يمتد أحيانا لفترات تصل إلى 15 ساعة يوميا. وبالرغم من الأموال الضخمة التي اعتمدتها الحكومات السابقة لتأمين الإمدادات الكهربائية، علما أن الطلب على الكهرباء يزداد بنسبة 4% سنويا نظرا لارتفاع عدد السكان. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تخليص العراق من الاعتماد بالكامل على طهران في استيراد الطاقة، والأخيرة ترفض لأن العراق يعد متنفسا اقتصاديا لها، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على إيران والتي دفعت باقتصادها إلى حافة الهاوية. الاتفاقية الجديدة بين إيران والعراق بشأن تصدير الكهرباء ستستمر إلى نهاية العام الحالي، وتبلغ قيمتها 800 مليون دولار، وتأتي في محاولة من طهران لتعطيل اتفاق العراق مع السعودية وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب الجمهورية الإسلامية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا. تراجع تزويد العراق بالغاز الإيراني خلال فصل الشتاء الذي شرف على الانتهاء تسبب في أزمة طاقة عمت مناطق البلاد للمرة الأولى منذ سنوات، وجعلت الحكومة تفكر جديا بالبحث عن البدائل. وسيكون فصل الصيف المقبل اختيارا صعبا أمام الحكومة في ظل الأجواء شديدة الحرارة مع نقص إمدادات الطاقة في البلاد عموما، خاصة وإن بغداد كانت تستعد لافتتاح محطات جديدة تعتمد على وقود متنوع تمكنها من إنتاج نحو 22,000 ميجاوات. وزير النفط إحسان عبد الجبار قال إن بغداد تبحث عن مصادر متنوعة لشراء الغاز وسد حاجتها في ظل تراجع إمدادات الغاز من إيران، وإن وزارة النفط حريصة على استيراد الغاز من قطر لأنها قريبة جغرافيا، فضلا عن رغبتها بالاستيراد من روسيا وأوزبكستان ضمن توجه البلاد لتنويع مصادرها من تلك المادة الحيوية، مؤكدا إن العراق حتى لو استثمر كل كميات الغاز المصاحبة للإنتاج النفطي المحلي فلا يستطيع تغطية حاجته الفعلية للكهرباء.